في لحظات الأمم العظيمة، سواء تلك المؤلمة أو السعيدة، يرتفع انتباه الجماهير وتستنفر حواسه لتلتقط كل ما يقال وتحفظه في الذاكرة، ولكن تظل لكلمات وجمل معينة مكانة خاصة في ذاكرة الشعوب، كتلك التي حفرت في ذاكرتنا أيام حرب أكتوبر وقبلها وبعدها، وغير المكانة الخالدة لجملة الله أكبر التي كانت تهز الوجدان وحفرت في ذاكرتنا، كان أول بيان بعد العبور بمنزلة جرعة الحياة لقلوب المصريين، وكادت تقف فيه قلوب المصريين شوقاً لسماع جملة لقد نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس. هنا القاهرة، إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة. ليأتي بعدها الرئيس السادات متفاخرا بالنصر ويسطر عبارة في 6 ساعات في أولى خطاباته عقب نصر أكتوبر. لنتمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس المؤسسة واجتياح خط برليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. ويطلق عبارته الشهيرة أن هذا الشعب أصبح له درع وسيف. إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف أنه قد أصبح له درع وسيف. ليأتي بعدها بطل الحرب والسلام ويهز قاعة مجلس الشعب بجملته القوية بأننا ظللنا نحتفظ برؤوسنا عالية في السماء، ليدوي التصفيق داخل المجلس وفي الشوارع عاليا. ولكننا ظللنا نحتفظ برؤوسنا عالية في السماء وقت أن كانت جباهنا تنزف الدم والألم والمرارة. ليأتي بعدها ويسطر عبارته الشهيرة محذراً العدو الإسرائيلي الذي بدأ في استهداف العمق المصري ويحذره بأن العمق بالعمق. وإن كان عليهم أن يتذكروا ما قلته يوماً وما زلت أقوله، العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق. وتنتهي الحرب ونسترد أرضنا، وتدور السنوات لتظل تلك الجملة محفورة في ذاكرة الشعوب، تستمد منها حماسة ودفاعا لمستقبل تملأه العزة والكرامة.